مجلس القومي للأجور النهاردة أقر في اجتماعه برئاسة دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور أن يرتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه. ده كده ارتفاع 400 جنيه من الحد الأدنى السابق، وإحنا الحكومة كانت رفعت الحد الأدنى للعاملين بالحكومة في بداية يوليو، إنها تبتدي بنفس بداية يوليو المقبل اللي هو يعني خلال يومين لتصل إلى 2400 جنيه. إذن القطاع الخاص أيضا وسيتم تنفيذ ذلك من أول يناير. معنا على الهاتف السيد وزير القوى العاملة السيد محمد سعفان. سيادة الوزير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ رمين، أهلا بيك. يعني أولا ده خبر سعيد الحقيقة بالنسبة لكل العاملين، لكي يعني خاصة في القطاع الخاص وهم العدد الأكبر. بالتأكيد يعني ده خبر ينتظره جميع العاملين في القطاع الخاص اللي طال انتظاره فترة طويلة، وبالتأكيد نجح المجلس القومي للأجور في اجتماعه بالأمس برئاسة السيدة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط في اتخاذ قرارين مهمين بالنسبة للقطاع الخاص. الأول هو القرار اللي حضرتك اتكلمني فيه، وهو تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2400 جنيه، وده هيبدأ تطبيقه بالفعل اعتبارا من يناير 22. ده الحد الأول. القرار الثاني يا فندم؟ القرار الثاني هو تحديد العلاوة الدورية الخاصة بالقطاع الخاص لعام 2021. حضرتك عارفة ان في عندنا مشكلة اساسية، ان قانون العمل بيقول ان الحد الادنى للعلاوة الدورية هو 7% من الاجر الاساسي، وقانون التأمينات الجديد الغى مفهوم الاجر الاساسي وبقى الاجر الاشتراكي التأميني، وده في فارق كبير في الحدين. فكان هناك يعني خطوات تم اتخاذها مع هيئة التأمينات برئاسة اللواء جمال عوض لتحديد النسبة الجديدة التي تتناسب مع الحد الأدنى بما لا يقل عما كان موجود في القانون العمل 7% من الأجر الأساسي، وتم تحديدها من قبل هيئة التأمينات انها توازي 2.8 من الاجر التأميني الجديد. واتخذ المجلس امس قرار بان العلاوة الدورية ل 2021 هي 3% من الاجر التأميني بما لا يقل عن 60 جنيه، وده طبعا هيتم تطبيقه على كل شركات القطاع الخاص. وهنا يجب ان ننوه ان القطاع الخاص دائما ما بيصدر العلاوة أغلبية القطاع في شهر يناير من كل عام، والجزء المتبقي سيتم احتساب العلاوة اعتبارا من 1/7. فاللي طبق العلاوة بالفعل على المنظومة القديمة في 1/1 ده خلاص يعتبر هو طبق علاوته. أما الجزء الذي لم يطبق العلاوة الدورية الخاصة ب 2021 سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 1/7 بنسبة 3% من الأجر التأميني بما لا يقل عن 60 جنيه.